الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره الاخبار المحليه والعالميه وكمان محترفينا في الخليج. المصري اليوم اجير يتمسك بسفر المنتخب لسوازيلاند بطائره خاصه. المدير الفني يعلن اسماء المحترفين 22 سبتمبر الجاري، ويتابع سليمان وصلاح لضمهم للمعسكر. اليوم السابع جاري في مباراة دجلة والنجوم لمراقبة عبد المنصف ومحمود. الشروق، مرجان أحمد مرجان يكلف علاء نبيل عقوبة مزدوجة من اتحاد الكورة. الوفد، علاء نبيل الجبلية تستخف بالأندية، المقاولون يطالب اتحاد الكورة بإعادة مباراته مع بيراميدز. الأخبار، الذئاب تصرخ في وجه الجبلية بسبب مهزلة التحكيم، رئيس المسابقات مباراة المقاولون وبيراميدز لن تعاد. الأهرام، الدوري على صفيح ساخن، محسن صالح اتحاد الكورة أهان المقاولون العرب. الوطن، الدوري في خطر. الوطن، الجبلية لن نقبل تمويل تقنية الفيديو، رفض إعادة لقاء المقاولون العرب وبيراميدز ومحاولات لتنحي عبد الفتاح. الفجر، الحكام يهددون بمقاطعة مباريات الدوري المصري. الوطن، الحكام يهددون سنقاطع البطولة اعتراضا على التوانسة. البوابة، أزمة الحكام تهدد استكمال الدوري الممتاز، تصاعد حدة الاعتراضات وموقف اتحاد الكرة يثير علامات الاستفهام. مجلة الأهلي، الأهلي أول من حذر من كوارث الحكام، الدوري على كف عفريت، اتحاد الكرة يتخبط ولجنة الحكام في مأزق. البوابة، الأهلي أول المتضررين من التحكيم والحل في الفار. الأهرام المسائي، سموحة فرم للزمالك. الأخبار، الزمالك وسموحة يتعادلان 1-1 في مباراة زادها الحكم الصباحي إثارة. أوباما يتقدم للأبيض وحسام حسن يصحح الأوضاع، وياسر إبراهيم يهدر النهاية السعيدة. البوابة نيوز، جراس يهدد بالرحيل عن الزمالك. الجمهورية، الطلائع يكتسح الدراويش بثلاثية. المسا، بعد ثلاثية الطلائع غضب الدراويش. الشرطة تحاصر مقر الإسماعيلي خوفا من حالة الغليان للجماهير، واتفاق بين أعضاء المجلس على رحيل مطلوب. 1-3 للاتحاد الأفريقي يدرس سحب تنظيم بطولة أفريقيا من الكاميرون. فيتو، الصون البريطانية تكشف سبب تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول. الأهرام المسائي، روح الفانيلا الحمراء، ليفربول يهزم سان جيرمان 3-2 في الدقيقة الأخيرة. صلاح مراقب والحكم يلغي له هدفا وكلوب يستبدله. المسا، فاز بالثلاثة في الوقت القاتل، ليفربول ذبح سان جيرمان بسكين فيرمينيو. الأهرام المسائي، رباعيات برشلونة، ميسي يهز شباك ايندهوفن بأول هاتريك. الأهرام المسائي، الإنتر لا يستسلم، فاز على توتنهام 2-1 والأهداف في الثاني. نروح بقى معاكم دلوقتي لأهم تفاصيل الأخبار اللي قلنا لكم منشطتها دلوقتي، ونبتدي مع المصري اليوم. المصري اليوم قالت إن أجاري متمسك بالسفر لسوازيلاند لمواجهة منتخب سوازيلاند طبعا في الجولة الرابعة لتصفية أمم أفريقيا بطيارة خاصة، وإن هو رفض بشكل قاطع إن المنتخب يسافر بالطيران العادي، لأن ده أكيد هيسبب إرهاق كبير جدا للعيبة المنتخب، لأن مفيش طيران مباشر من مصر لسوازيلاند، وإن المنتخب لو سافر بالطيران العادي هيضطر إن هو يسافر الأول لجنوب أفريقيا في رحلة بتستمر حوالي 8 ساعات، وبعد كده هينزل 4 ساعات ترانزيت، وبعد كده برضو هيتوجه لسوازيلاند. وكمان قالت الجريدة أن أجاري بيفكر في ضم وليد سليمان من النادي الأهلي وإسلام صلاح من المصري البورسعيدي بعد المستوى الكويس جدا اللي ظهر بيه اللعيبة دي في الدوري المصري الممتاز وكمان في بطولة أفريقيا. اليوم السابع كمان قالت أن الجهاز الفني لمنتخب مصر هيحضر النهاردة بقيادة طبعا المكسيكي خافيير أجاري مباراة النجوم ووادي دجلة المقارنة
الإسماعيلية الساعة 9 مساء في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز في استاد بتروسبورت، وهيراقب الجهاز الفني للمنتخب أكثر من لاعب تمهيدا لضمهم للمعسكر اللي جاي المقرر إن هو ينطلق يوم 8 أكتوبر استعدادا لمباراة سوازيلاند يوم 12 وكمان يوم 16 من نفس الشهر في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر ليها إن شاء الله إنها تكون موجودة في الكاميرون، وبيعد الثنائي عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة وكمان زميله في الفريق محمد محمود اللي كان متواجد برضه في معسكر النيجر الأخير أقوى المرشحين للانضمام للمعسكر اللي جاي. كمان في جريدة الوطن نقلت نفي اتحاد الكرة بأن هم تلقوا أي مبالغ مالية من أحد ملاك فرق الدوري المصري الممتاز عشان يمولوا تطبيق تقنية الفار، واللي طبعا أكدوا أن اتحاد الكرة مؤسسة كبيرة وما يصحش أبدا أن هو يتقال عليها الكلام ده وأن الاتحاد مش محتاج لأي دعم. وقالت كمان الجريدة أن في اتجاه من بعض أعضاء اتحاد الكرة أن هم يقنعوا كابتن عصام عبد الفتاح عضو الاتحاد وكمان رئيس لجنة الحكام أن هو يتنحى عن مسؤوليته في إدارة لجنة الحكام، وده بسبب المشاكل التحكيميه الكتير جدا اللي حصلت في الاسابيع اللي فاتت من الدوري المصري الممتاز. كمان جريده الوطن قالت ان هدد كمان عدد من حكام الدوري المصري الممتاز ان هم هيمتنعوا عن اداره المباريات اللي جايه في الدوري بسبب هجوم ادارات الانديه عليهم، وكمان استعانت لجنه الحكام بحكام من تونس لاداره مباريات الدوري، وكمان شايفين ان ده في اهانه ليهم وتقليل من كفاءتهم. الشروق كمان قالت ان قررت لجنه المسابقات في اتحاد الكوره توقيع عقوبه ضد علاء نبيل المدير الفني لفريق المقاولين العرب بعد تسببه في تاخير انطلاق مباراه بيراميدز في الجوله السادسه من الدوري الممتاز، وتقرر ايقاف المدير الفني للمقاولين العرب مباراتين وتغريمه 20,000 جنيه لما ادلى به من تصريحات اعلاميه قبل واثناء المباراه. والمدير الفني طبعا للمقاولين العرب اعترض على اقامه اللقاء بطاقم تحكيم تونسي بيخلو من حكم خط المرمى، وده طبعا اتسبب في تأخر انطلاق المباراة لما يزيد عن 10 دقائق، وكمان تهكم علاء نبيل على مسؤولين اتحاد الكرة ووصف البطولة دي بطولة الدوري بأنها باتت مسابقة مرجان أحمد مرجان، ووصف طبعا الاستجابة السريعة من الجبلية لكافة مطالب نادي بيراميدز بالوصف اللي قلت لكم عليه دلوقتي. كمان الأهرام سبورت قالت أو أكدت أن علي ماهر المدير الفني لسموحة قال أن فريقه فريق كرة القدم في سموحة فريق كويس جدا وقدم مباراة كويسة جدا قدام نادي الزمالك في الجولة السابعة من الدوري، وشدد كمان أن الفريق الأزرق أو فريق نادي سموحة قدم مباراة وكان مذاكر جدا فريق نادي الزمالك، وقال كمان أن سموحة عندهم عناصر مميزة جدا في الفريق. طيب كمان نروح لبوابة الفجر اللي قالت ان هدد عدد كبير برضو من حكام الدوري المصري بمقاطعة ادارة المباريات خلال الفترة اللي جاية بعد الهجوم الشرس اللي طبعا طلع من الاندية عليهم بسبب طبعا الغضب الكبير جدا من الاخطاء التحكيمية اللي حصلت في الفترة الاخيرة. كمان وان تري قال ان بيدرس الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف سحب تنظيم بطوله كاس الامم الافريقيه الجايه ان شاء الله من الكاميرون سنه 2019 بسبب عدم الالتزام بتطوير الملاعب والفنادق اللي هتستقبل طبعا البعثات في البطولة دي بعثات المشاركة أو المنتخبات المشاركة في البطولة. وأكدت شركة رولان الألمانية المكلفة طبعا برفع تقرير عن تطوير الملاعب بأن في تأخر كبير جدا من الحكومة الكاميرونية في تطوير الملاعب والاستعداد لاستقبال البطولة، وده اللي خلى الاتحاد الأفريقي يفكر مرة تانية في سحب البطولة من الكاميرون ويعمل كمان جمعية عمومية في نهاية السنة اللي احنا فيها دي في نهاية العام الجاري عشان يصدروا قرار نهائي مع اتخاذ قرار بفتح باب الترشحات للدول اللي عندها رغبة ان هي تنظم في البطولة القادمة ان شاء الله كأس الأمم الأفريقية 2019، وفي الأغلب هتكون المغرب. كمان فيتو قالت
إن كشفت صحيفة صن البريطانية عن سبب تراجع مستوى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي من ساعة بداية الموسم الحالي مع الريدز. وقالت الصحيفة إن لسه بيعاني محمد صلاح من إصابة الكتف اللي تعرض ليها في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا قصاد طبعا ريال مدريد بعد ما كان في تدخل عنيف جدا من سيرخيو راموس قصاده. وكمان قالت إن كتف محمد صلاح لسه مربوط بعد مرور 4 شهور ولسه اللاعب بيعاني من الإصابة، وده اللي أدى لهبوط مستواه من ساعة ما انطلقت البطولة بطولة البريمير ليج في الموسم الحالي. وطبعا هو ده السبب ان هو ما سجلش لغاية دلوقتي الا هدفين بعد مرور 6 مباريات.